بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. هنستأذن حضراتكم نطلع لهذا الفاصل، وبعد الفاصل نبدأ في حلقتنا إن شاء الله تعالى. أهلا بحضراتكم. لقد حان يوم الزينة وحلت ساعة الضحى، وأقبل الناس من كل أرجاء مصر بعد أن راح أتباع فرعون ينادون بالناس ليبادروا ويسارعوا إلى هذا اللقاء وذلك الاجتماع المرتقب، وهم يقولون لهم كما قص علينا القرآن الكريم: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني بيحسوا الناس على الاجتماع وإن هم يلحقوا بقى هذا الجمع وهذا اللقاء، وفي نفس الوقت بيشجعوا السحرة أن يبدعوا في هذا السحر الذي سيقومون به من أجل الانتصار والفوز على موسى وهارون عليهما السلام. وكان الناس بيتوافدوا فعلا وتزاحموا، وأكثر يعني جمهور الناس بقى كبير جدا حول هذه الساحة الواسعة اللي أعدها فرعون لهذا اللقاء، واللي أحطها في نفس الوقت جند فرعون فيما احتل الصحراء وسط الساحة، وراحوا بقى قدام الناس ماشيين متبخترين متباهين مغرورين معتقدين إن هم إلا هيفوزوا، وذاك ها هو فرعون ينظر من فوق عرشه العالي حيث نصب خيمة كبيرة بيطل فرعون منها على كل ما يجري في الساحة قدامه، وكانت حاشية فرعون بجواره تحيط به هامان وزيره، الأمراء، الوزراء، الكبراء، الأعيان، سادة مصر من أعوان فرعون. كان عيد لم يشهد المصريون ولا فرعون عيد مثله من قبل، وكانت الساحة
تعج بأصوات كثيرة متداخلة ما بين دقات طبول وما بين الأغاني الفرعونية وما بين قعقعة سلاح آلاف الجنود الذين يحرسون مظاهر العيد وغيرها من الأصوات الكثيرة المتنوعة اللي بتحدث ضجيج غير عادي في هذه الساعة وفي هذه أيضا الساعة وفي هذا اليوم الموعود. لقد اكتمل الاجتماع ونظر فرعون إلى سحرته، هم كمان كانوا منتظرين أمر فرعون، وفجأة بعد ما كانت الساحة بتعج بأصوات كثيرة متداخلة ساد الصمت أرجاء الساحة، صمت وترقب. ها هو موسى عليه السلام يقبل وتعلقت الأنظار به وهو يدخل إلى الميدان وبيده عصاه ومعه أخاه هارون عليهما السلام. ولم يلتفت موسى إلى فرعون وتوجه نحو السحرة مباشرة وبدأ يدنو منهم رويدا رويدا، ونور الإيمان يعلو وجهه ويقين قلبه بربه يتجلى في سكينة خطوه، وكان جميع الناس ينتظرون ما لا يعلمون. وفجأة دنا موسى من السحرة أكثر فأكثر وقال لهم بصوت غاضب قوي فيه تحذير شديد ممزوج بنصح رشيد أن يحذروا من الكذب على الله تعالى. قال الله تعالى، قال لهم موسى، أي قال للسحرة، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حذر سيدنا موسى السحرة بأن يقولوا الحق حين رؤية الآيات المعجزات وألا يقولوا إنها سحر فيصيبهم من الله عذاب عظيم، لأن أشد أنواع الكذب هو الكذب على الله تعالى، ومن يفعل ذلك أو صاحبه خائب خاسر. والحقيقة لما سمع السحرة هذا التحذير الشديد من نبي الله موسى عليه السلام هالهم التحذير، خوفهم، هز قلوبهم، وقعت في نفوسهم مهابة موسى عليه السلام، لذلك أقبل بعضهم على بعض يتناقشون سرا. قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، بدأوا يتكلموا في السر وحاولوا أن محدش يسمعهم، فقالوا فيما بينهم هذا ليس بكلام ساحر، واختلفوا في أمر موسى وحصل اضطراب بين صفوف السحر، وأخفوا وتعمدوا إخفاء حديثهم عن الناس، مش عايزين حد يسمع الحوار بتاعهم اللي فحواه أو اللي مضمونه إن هم بيقولوا إن الكلام اللي اتقال لنا ده مش كلام سحر، ده مش كلام سحر، وجعلوا الكلام والحوار اللي دار بينهم ده سر. واتفقوا بعد كده من ضلالهم في بداية الأمر إنه لا، ده كلام سحر، هم مش عارفين، اترجوا من الكلام فحصل اضطراب، بدأوا يتناقشوا. في الأول قالوا هذا ليس بكلام ساحر، وبعدها رجعوا قالوا لا ده ساحر يريد الاستيلاء على أرض المصريين، بدأوا يقولوا الكلام اللي فرعون كان بيقوله عشان يأثر على أتباعي وعلى المصريين في القضاء على موسى وأتباعي، لأن دي مسألة حساسة للمصري في كل زمان ومكان، الاعتداء على أرضه. فهو لعبوا بنفس اللعبة اللي لعبها فرعون عشان يبقى ينالوا حظوة عند هذا، عند فرعون وعند الأمراء وعند هؤلاء الصفوة اللي كانت موجودة، وفي نفس الوقت بيحاولوا يقووا نفسهم لأنهم اتهزوا من كلام سيدنا موسى. ثم هرع قادة السحرة إلى فرعون بعد كده وجلسوا حول فرعون وبدأوا يتناقشوا في بعض التفاصيل، وقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يعني بعد ما حصل الاهتزاز والاضطراب في صفوفهم، القادة
بتوع الصحراء جريوا على فرعون والتفوا حواليه وبدأوا يتناقشوا، لا لا ده اللي جا ده موسى ده وهارون الاتنين صحراء عايزين يستولوا على أرض المصريين بسحرهم وكمان يضيعوا طريقتكم اللي هي المثلى، انتوا سادة العالم في ذلك الوقت والاتنين دول جايين يضيعوا طريقتكم المعلومة إنها مميزة وإنها خاصة بيكم وبهويتكم وبقوميتكم. وكان إفك وكذب. سيدنا موسى عليه السلام لم يكن له غرض سياسي ولم يكن له إلا أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا طامع في أرض ولا وعد بأرض ولا أي حاجة. ولأن كلام سيدنا موسى زعزع ثقة السحرة بأنفسهم لأنه هو على حق وهم على باطل، وكمان ما سمعه السحرة من معجزات أو عن معجزات موسى عليه السلام أوجد في نفوسهم خوفا عظيما، وبخاصة عصاه العجيبة، فكانت قلوبهم ترتجف خوفا. لذلك توجهوا إلى موسى بأدب ولطف، تقدر تقول كده كانوا خايفين وهم بيكلموا سيدنا موسى عليه السلام، يعني بيكلموا بأدب عالي رفيع مشوب بخوف، وتقدر تقول كمان إنه كان طريقتهم فيها استعطاف لأن هم ترجوا من كلام موسى وأيضا ما سمعوه عن معجزاته. وقالوا له كما حكى لنا القرآن الكريم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأجابهم موسى بثبات، قال بل ألقى. وفي لحظة خاطفة ألقى السحرة المتمرسون الحاذقون اللي عندهم فنون السحر بعلم كمان، ألقوا كل ما في أيديهم من الحبال والعصي على الأرض وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هكذا قالوا، أقسموا بعظمة فرعون وسلطانه أنهم سيغلبون. وإذا بالميدان ده كله مرة واحدة، الفسيح الضخم ده ممتلئ بالثعابين والأفاعي والحيات تتلوى وتتقاذف وتتقافز في منظر مخيف أمام الناس. اهتزت قلوب الناس خوفا ورعبا وفزعا، فزعت النفوس من هول ما رأت، وتعالت شهيقات الهلع والعجب وعم الذعر الميدان. وقال الله تعالى واصفا هذا الزيف، ده صنع سحرة مش حق، عشان الناس اللي معلقة دماغها بالسحر على طول، ده تسحر لي ده تعمل لي. شوف ربنا سبحانه وتعالى من خلال القصة القرآنية يوضح لك القضايا اللي بتتيه فيها عقول لقلة ضعف الإيمان وعدم اليقين القوي بأن الله سبحانه وتعالى، الإنسان لازم يكون عنده إيمان راسخ بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر القدير، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء. عشان ينبهك القرآن من خلال القصة القرآنية إنه ما يفعله السحرة كذب وخداع وخفة يد واستعمال لبعض العلوم عشان يسحروا عيون الناس، لكنه في الحقيقة مش سحر، زيف وكذب، مراوغة، تحايل، خفة. قال تعالى فلما ألقوا سحروا، ما قالش سحروا الناس، قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تفاعل السحر بتاع السحرة، سحرة فرعون، مع عيون الناس فخيلوا إليهم ما لا حقيقة له على إنه حقيقة. ليه بنقول كده؟ لأن العصي والحبال التي ألقى بها السحرة في الميدان هي لم تتحول حقيقة لا إلى ثعابين ولا إلى آفاعي، هي على حقيقتها، لكن هم دهنوا العصي والحبال بمواد معينة. وطبعا الحضارة المصرية القديمة كان فيها علوم كثيرة وعلوم ثقيلة أفاد منها العالم كله، وما زال أسرارها والأسرار الكثيرة في الحضارة الفرعونية القديمة ما زالت إلى الآن في أسرار كثيرة لم نكشفها ولم نكتشفها بعد حتى علماء المصريات إلى وقتنا الحاضر. دول استعملوا العلوم والمعارف اللي كان المصري القديم وصل لها في هذه الحقبة من الزمان في إن هم يحولوا العصي دي
بطريقة علمية إنها مع حرارة الشمس ويدهنوها بمواد معينة زئبقية وغيرها. المفسرين اتكلموا في هذه المسائل كثيرا وفي تفريعاتها، وإنهم دهنوا هذه العصي والحبال بمواد معينة يعلمون أنها تتفاعل مع حرارة الشمس فتصير تتحرك أمام أعين الناس وكأنها أفاع وكأنها ثعابين حية تسعى. والحقيقة إنها مش كده، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني أفزعوا الناس، أرهبوهم إرهابا شديدا، لأنهم خيلوا للناس إنها حياة تسعى، لكن هي في الحقيقة مش حياة تسعى، هي عصي وحبال. وجاءوا، الله تعالى يقول وجاءوا بسحر عظيم، يعني عملوا حاجة كبيرة قوي ساعتها، أخافت الناس، يعني سحر عظيم يهابه ويخافه كل من رآه. طيب إذا كان ده حال الناس حين رأوا هذا السحر العظيم، فماذا كان من موسى عليه السلام حين رأى الساحة تمتلئ بهذه الأفاعي؟ هذا ما نتعرف عليه غدا إن شاء الله تعالى، وألقاكم بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون والقناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. سريع ننوه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، وناخد على طول الأسئلة لأن الوقت مش كتير. أستاذة ياسمين. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه ياسمين. دلوقتي احنا في حقنا مجهري، وجوزي كان عليه فلوس كتير، خلصنا الحمد لله وربنا كرمني. لا الصوت مش واضح عشان اسمع السؤال كويس. حضرتك تم حقن مجهري؟ تمام. وهو عليه فلوس كتير جدا وبيحاول ان هو يشتري اللي عليه بيه. طب هو ليه بيتدين فوق طاقته يا استاذه ياسمين؟ ما هو ما معوش، واحنا بقالنا حوالي 12 سنة وأكتر يعني. طيب ما كناش عملنا إلا لما كان يبقى معانا، يعني هذا قضاء الله وقدر وقت ما يتيسر للإنسان. هو صح. طب السؤال المهم هو دايم دلوقتي جدا ومنشفها على البيت، أو يعني علينا أنا والطفل، ويعني خلاص ما فيش ولا مليم بيطلع عشان يحاول إن هو يسدد اللي عليه. أنا دلوقتي على حاجتي أنا من فلوسه وبصرفها في البيت وعلينا، فانا دلوقتي بتاخدي من وراه وتصرفي على البيت. بالظبط. انا دلوقتي تسالي على الحكم ده ايه؟ تمام. طيب حاضر. استاذ سمية. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور، في سورة المائدة كان في بعض الكلمات كده وقفت عليا. قولي لي كلمة ما أهل لكم، أهل
ما أهل لكم. تمام. ما أهل لغير الله. وكل وكلمة المنخنقة المنخنقة والموقودة. حاضر. والمتردية والنطيحة. ما ان احنا شرحناهم قبل كده في حلقات الحج، سوره لما كنا في سوره الحج، واحنا ما زلنا بس في وقت زمن الحج. حاضر. شكرا. ماشي. حاضر. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال تاني. لو انا متورضيه وعايزه اتم وضوء تاني، لازم الاستنجاء ولا ده عادي؟ لا يعني انت توضيتي ولم ينقض الوضوء وعايزه تجددي الوضوء ولا حصل ان يعني انت متوضيه وهتجددي الوضوء؟ طيب. هل لابد من الاستنجاء؟ حاضر. وموضوع إيه الرضاعه. وموضوع الرضاعه لو انا عايزه اللي هي موضوع ان 30 شهر اللي هي فتره الرضاع انك تتميها كامله، يعني هي هم قالوا 30 شهر وقالوا حولين كامل، سبحانه وتعالى قال حولين كاملين. ايوه. أيوة. أنا عايز أعرف الحولين الكاملين دول كم شهر يعني. حاضر. شكرا. في حاجة تانية؟ طيب معانا أستاذ رجب. السلام عليكم يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعل قلبك دائما عامر يا دكتورة. اللهم آمين. وفريق إعدادك المحترم وقناة تقول آمين أجمعين. الله يبارك فيك وجميع مشاهدينك يا رب. آمين أجمعين. بدري ما كلمتكش يا دكتورة، والله يوم النهارده عيد بصراحة اللي أنا كلمتك يا دكتورة. الله يعزك ويسعدك. الله يبارك فيك يا دكتورة. ويجعلك من سعداء الدارين. يا رب يا رب يا دكتورة. ونحن معك أستاذ. عندي سؤالين صغيرين يا دكتورة. اتفضل يا فندم. حسم عمارة الجار، والجار اللي بيضر جاره. الجار اللي بيضر جاره. وحسن معاملة الجار. الله يبارك فيك. السؤال الثاني بالنسبة لدكتورة، أنا دائما ببتسم بدون سخرية والله يا شيخة، والله أعلم. يعني دائما تلقيني ببتسم كده دائما يعني. لا أنا مش فاهمة، مش فاهمة السؤال ده. إن دايما ببتسم بدون سخرية يعني لله الحمد. يعني وجهك صبوح يعني زي ما بنقول. الله يبارك فيك يا رب، ودائما نجعل المسلمين كده منصوبين يا رب، وعشرين 24 كلنا كده نبتسم كده. اللهم امين اجمعين، والامه كلها يا رب. اللهم يا رب يا رب يا رب، وينصر ضعيفنا يا رب ويكبر التقصير، وينصر فلسطين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. وتحيا مصر بيكم يا دكتور. امين. تحيا مصر في كل وقت وحين يا رب. اتفضل. حاضر. يا ست أم تسنيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتورة ندى؟ أهلا وسهلا يا أم تسنيم. أنا مبسوطة جدا إني بكلم حضرتك، ده أول مرة أخش في مكالمة على الهواء أصلا. يا رب يبارك في عمرك ويحفظك. شكرا لحضرتك. الصحة والعافية يا رب. آمين. أنا متابعين حضرتك. آمين يا رب. آمين. اتفضلي يا فندم، أنا مع حضرتك. بص حضرتك، انا عندي سؤالين. اول سؤال، انا بنتي عمرها 10 شهور. ايوه. لما باجي اصلي انا ما بخاف اسجد على الارض عشان خاطر يعني ايه، ببقى خايفه حاجه تقع عليها، سلك كهرباء بتاع. فبصراحه ببقى ايه، بصلي واحس ان انا ايه عيني عليها. فده حلال يعني؟ ده يعني انت ما بتسجديش عشان تبقي بصلها؟ ببقى قاعدة على الكرسي وبصلي بس عيني برضو معاها. عشان خاطر برضو ايه ان انا ابقى. فهل الصلاة سليمة ولا لا؟ فهل صلاتي كده مقبولة ولا لا؟ حاضر. في حاجة تانية يا أم تسنيم؟ والسؤال التاني كنت عايزة بس أقول لحضرتك، يعني أنا دلوقتي لو أنا الواحد بيتعامل بنور الله ومراعي ربنا وما بيأذيش حد، ويعلم ربنا الواحد بيحب الناس اللي حواليها ازاي، ومن اقرب الناس لي بيتقال كلام مش حلو كده، فالواحد يعني بيشيل كويس يعني. بيشيل في نفسه. نعم. بتشيلي في نفسك. وانت بقى بتسالي اتعامل مع الناس دي ازاي ولا ايه؟ انا يعني بقول يعني الواحد يعني ده نتيجته عند ربنا، الواحد اعمل شكرا. ايه؟ شكرا. هناخد اسئله تانية ولا ايه؟ يا استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي الفاضل استاذ خالد. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ خالد. كل سنه وحضرتك طيبه ودايما بخير يا رب. يا رب. اللهم امين اجمعين. بعد اذن حضرتك عندي بس سؤال لحضرتك يعني. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. فهنا ربنا بيقول يا ايها الناس، هل الـ يعني اكرمنا عند الله اتقانا؟ لو في واحد من ديانه اخرى وبيعمل عمل تقي يكون مثلا اكرم عند ربنا من واحد مسلم، او الايه ليها معنى تاني يعني. حاضر. ماشي. ومعلش في سؤال كمان معلش. اتفضل.
رب سيدنا رسول الله بيقول انا مدينه العلم وعلي بابها، يعني انا مش صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، انا مش عارف افهم الجمله دي، يعني لو حضرتك توضحها لي معلش. حاضر، هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ربنا بقى يبارك في الوقت كده نلحق عشان نجاوب على كل الاسئله باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه ياسمين كانت بتسال قبل الفاصل وبتقول ان الزوج عشان يعملوا حقن مجهري كان بقالهم 12 سنه ما خلفوش فاستدان وعليه اصلا ديون كتيره، فبدا يقتر جامد جدا في البيت من اجل القيام بسداد الديون اللي عليه. فبتقول انا باخد القدر اللي يكفيني من وراه، اللي يكفيني انا وهذا الرضيع يعني بالظبط. طيب، هو يجوز بالقدر الذي يكفي للحاجة الأساسية، مش رفاهيات، يعني الأكل الشرب الدواء كده، يعني الحاجات الضرورة بالنسبة لك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أفتى السائلة اللي جات له في مثل هذه الحالة وقال لها خذي ما يكفيك يا ولدك بالمعروف يا صاحبة السؤال. بالمعروف دي تخليني أبقى يقظة، مش بحوش، مش بجامل بالفلوس دي حد، الأكل والشرب بتاع البيت ضرورات البيت. الأستاذة سمية بتسأل عن قوله تعالى وما أهل لغير الله. وما أهل لغير الله يعني اللي بيدبح على غير اسمه سبحانه وتعالى من الأصنام، فدي من ضمن المحرمات اللي ذكرتها الآية في سورة المائدة. وحضرتك بتسألي على باقي ما وردت في الآية، هناخده تباعا في كل حلقة عشان بس معنا أسئلة كتيرة، كل يوم ناخد لك حاجة يا أستاذة سمية. سؤالك الثاني اللي حضرتك كنت بتسأليه، بتتكلمي عن انك ما بتبقي متوضئة وعايزة تجددي الوضوء، لا يشترط في الاستنجاء ما لم يعني يحدث خروج بول وكده، يعني انا لم يحدث اني احدثت، فليه اروح يتم او ان انا اتطهر تاني وانا ما عملتش حاجه، مجرد ان انا عايزه اجدد الوضوء فقط، فقط روحي جددي الوضوء وفقط لانك لم تحدثي شيئا حتى تستنجي منه صاحبه السؤال اعزكم الله. طيب، بالنسبه للمده اللي حضرتك بتسالي في الايه الكريمه ومده الرضاع بالنسبه للمرضع، الحولين اللي ذكرتهم الايه الكريمه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الحولين هو المدة الأقصى وبنراعي مصلحة الصغير. في مثلا الصغير بيحطوا له أكل بيبتدوا يدخلوا الأكل مع الرضاعة ومسألة بتبقى تدريجية، في لا الصغير محتاج للرضاعة وإتمام فترة الرضاعة، ده كله ما باخدوش قرار فردي معايا ومع والده، بتناقش ومع الطبيبة أو طبيبة هذا الطفل أو طبيب هذا الطفل، بنراجع بنراعي في ذلك مصلحة الصغير بناء على المعلومة العلمية بالنسبة لي في تخصص هذا الرضيع، إيه الفايدة له، إيه الصح بالنسبة لي بالنسبة لهذا الرضيع. بالنسبة لي سؤال الأستاذ رجب وبيكلم عن إداية الجار، وإحنا يمكن أعتقد في حلقة الرد على الأسئلة كنا تكلمنا عن هذا الموضوع، وعندنا أحاديث يعني تضافرت وعندنا كم كبير من النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، من أقواها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كتر ما وصى سيدنا جبريل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بالجار وحقه، هو وصى بالجار يعني وصى بحقوق الجار، إن إحنا نؤدي ينصح الأمة بالقيام بحق الجار، وإن إحنا الإنسان يراعي الآداب أداب الجيرة، وإنه له من الصلة بالإنسان ما كاد يكون كأنه سيورثه. فده وغيره من النصوص. وقلت قبل كده أنه إداية الجار كبيرة من الكبائر. ليه كبيرة؟ لأنه الشرع الشريف شدد في التحذير في هذا الأمر. وإحنا بنعرف من ضمن ما نعرف به أن اقتراف هذا الذنب أو غيره يعد كبيرة من الكبائر، لما بلاقي الشرع الشريف بيشدد في التحذير، بيكثر من الوصية، بيؤكد على حق الجار أو على حق من يريد أن يؤكد حقه، فنسأل الله السلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا إنه الإنسان إيمانه مش إيمان كامل، ذلك الذي لا يأمن جاره بوائقه، نسأل الله السلامة. بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني أستاذ رجب، بتقول أنا دائم الابتسام
فهل وانا ما بقصدش تريقه ولا حاجه، يعني مين اللي قال لك ان حضرتك تقصد تريقه او انك بتستهزئ او بتسخر؟ زي ما قلت لحضرتك وجهك صبوح بالابتسامه، واهل الايمان كده، وحضره النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه كانوا يشوفوه يقولوا ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده من الهدي النبوي الكريم ان الانسان يعني يبتسم، ولما يعامل الناس يبتسم في وشوشهم، ان هو يكون هين لين سهل. ومن ضمن امارات المؤمن الابتسامه في وجوه من يعامل الناس، فدي صدقه لو انت حضرتك نويتها. ده انت اي شيء نويته انك بتعمله خالص لوجه الله الكريم وتكون نموذج طيب في المجتمع اللي انت فيه، على طول بتحول العادات لعبادات وتبقى صدقة لك بهذه النية الطيبة. واستمر على ما أنت عليه من أنك دائم الابتسام أخي الفاضل، اقتداء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتطمينا لأفئدة من يراك من الناس، وهي حسن معاملة لخلق الله أجمعين. زادك الله حرصا على الخير أستاذ رجب. ست أم تسنيم بنتها 10 سنوات بتخاف انها تسجد اثناء الصلاه، وانها ما تبقاش شايفاها وهي بتصلي، لانها لو سجدت ربما يحجبها السجود عن متابعه هذه الصغيره، فهي لا تسجد وبتسجد بطريقه معينه بحيث انها تبقى عينيها على بنتها. يعني لابد من الاتيان بالشروط والاركان صاحبه السؤال. يعني اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش، لانه لا يجوز ترك السجود لهذا السبب. اقدر اخد بنتي، والنبي صلى وهو يعني عليه الصلاة والسلام يحمل حفيدته صلى الله عليه وسلم، فصلي وانت شايلاها إذا كان ربما القلق يعتصر قلبك أو ربما يشوش عليك في التركيز في الصلاة. لكن أنا أترك هذا الركن بهذه الطريقة الواردة عن حضرتي عليه الصلاة والسلام لا يجوز على هذا الحال اللي حضرتك ذكرتيه صاحبة السؤال. بتتكلمي على أنه الإنسان ربما يعامل ناس ويجد الناس دي بتسيء معاملته، وبعد كده يبقى شايل في نفسه منهم، مش عارف يعاملهم، هل له أجر؟ طبعا لك أجر. النبي عليه الصلاة يعني الأجر على كل إذية الإنسان بيتعرض لها. ده النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل والمثال بالشوكة، يشاكها الشوكة، أي شيء يعني تأرقك أو يعني توجع الإنسان ولو يسير، هو في يعني الشوكة هتوجع الإنسان قدر قد إيه؟ ايه كم الالم اللي هيتعرض اليه من شوكه يشاكها العبد؟ النبي يقول الا غفر له، وما من شوكه يشاكها العبد الا وغفر له. فلك اجر. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اداهم افضل او خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اداه. لان يبقى اخالط الناس واصبر على الادى ولا ارد الاساءه بمثلها واعفو واصفح واحتسب الاجر عند الله، فاحتسب صبري على أدى هؤلاء وحسن معاملتي إليهم أجر مدخر لي عند الله. والإنسان يعالج الأمور، يبقى سلاحه الدعاء والصبر والحكمة والتغافل. نسأل الله السلامة. ويا أستاذ خالد هنرد على سؤال الحجرات اللي حضرتك سألته والحديث اللي حضرتك تفضلت بيه غدا إن شاء الله تعالى، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في آخر مجلس علمنا إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن
مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اجعل يا مولانا لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.